نجمة السماء النهارده دينا الشربيني، اهلا بيكي على الارض. اهلا بيك. شفتي سانت كاترين من فوق؟ تحفة. بص انا عملت الموضوع ده، انا نطيت من الطيارة، عملت سكاي دايفنج مرتين، المرتين كانوا في اسبانيا. بجد انا انبسطت هنا اكتر بكتير. يعني انا نفسي اقول للناس لازم، وكمان الحتت اللي انتوا عاملينها حتت مميزة قوي. يعني انا بالنسبة لي سانت كاترين دي حتة مقدسة، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى وكلم سيدنا موسى، ده مجمع فريد لكل الأديان، يهودية مسيحية إسلام. عجبتني قوي فكرة البرنامج إن هي معمولة بجد في حتت، في معالم في مصر لازم تتشاف. يعني ما ينفعش الناس تبقى بيقولها من بره، وإحنا اللي دي بلدنا اللي لازم نبقى مقدرينها ما شفناش الحتت دي. فلا كانت، كان experience تاني. بعدين من فوق أنت شايف جبل وشايف بحر وشايف تحفة، اكسبيرينس خطيرة بجد. طب واضح ان عندك معلومات كتير عن دير سانت كاترين، تعرفي هو اتسمى سانت كاترين ليه؟ على اسم القديسة كاترين. برافو. كانت في اسكندرية وجت، هي كانت اول واحدة هنا في الدير. قبل ما نكمل اسئلتنا عايز اسمع الفويس نوت بعتيها لمين وقلت فيها ايه، ممكن نسمعها؟ عشان كده مسكني التليفون. بالظبط كده. انا مش فاكرة انا قلت ايه. I'm going to go to the house. علاقتك ايه بالحيوانات؟ عندك كلب في البيت؟ عندي ليتشي. ليتشي ده كلب ولا قطه؟ كلبه بنت، بس انا اسفه يا ديدي عشان هو بينهار ما بقول عليها كلبه. هو اصلا بيتلخبط ويقول لها دينا كتير جدا يعني، وبيقول لي انا ليتشي ساعات. فا بحبها بموت فيها يعني. احنا خلصنا اسئلتنا، ناخد دلوقتي سيلفي. انا انبسطت قوي بجد. يلا بينا ناخد سيلفي مع دير سانت كاترين. يا ريت. ونقول للناس كلها تعالوا هنا. بجد لازم تيجي، مش كلام برامج بجد، بس بجد.